السلام عليكم. كان بنور شكرا عارفين نكمل لكم انتو بسوين اللي يعرفين اش حد ما سنقوم معكم فرح المعروف في طف موديل انترناسيونال وميس موروكو ومقدمة برامج بلجيكا البلد اللي انا مقيمة بها يعني كبلدي ثاني بلجيكية ومن طن كمغربية حنا في تنجيل. انا بالنسبه لي كيعرفني واللي متابعني في الريزو سوسيو انا واحد من واحد البنت اللي كنعقد ديما على على شنو كيوقع ونقدر في انترفيو نعطي رايي وهذا ولكن يعني انا عندي حريه كل واحد كيعيش كما بغى ولكن مؤخرا راه كنشوف شي حوايج كيوقعوا في المغرب راه لا حول ولا قوه الا بالله فرانشمون راه ما عندي ما نعقب يعني شي حوايج راه ما فيهم حتى شي نبداو مثلا بديك روتين اليوم بغيت نعرف انا روتيني اليوم كتمشي كتشري سروال ب 10 دراهم ولا 20 درهم ما نعرفهم بيان سابو كتمشي كتبدا تمسحي الغبره وتمسحي بزاف ومن بعد طيبي وما عرفتش شنو ديري بغيت نعرف عيد الهدف والميساج اللي كتصيفطوه من هاد من هاد من هاد الروتين اليومي يعني واش الناس في اليوم كي كتمسحوش الغبره ما كيطيبوش ما كيخرجوش ما كياكلوش ما عرفتش وعيد اون بليس ناس راه ناس راه عايشين كلاس وكيشريو العجب والمصيبه وساترينها ستره مزيانه وكانت هي يعني شي حاجه غنشوفوها غنقولو واه شي حاجه ديفيرونت مي الله ينعل لي ما يحشم فرونشمون الله ينعل لي ما يحشم راه شوهجونا في العالم راينا من عندي برايا المغرب بختو ولكن كيجيو شي فئات وهم كيهرسونا كلشي في الاخر مغربيات يعني ما يقال للاسف راه ما كتقولش يعني نهار اللي كيقول لك مغربيه ولا هذا راه ما تقولش الله ينعل الشيطان يعني كندير واحد لاكارير ديال ما عرفتش شحال من عام باش نكبروا البلاد كيجيو قدام ما نعرف مسكينه مش من فئه كتهرس كل شيء يعني استروا راسكم شويه راه هادشي اللي غنقول لكم استروا راسكم شويه حتى ما يعجبكم والو من غير الفضيحه خاويه. الحاجه الثانيه انا بعدا اللي قاتلاني تويا سيكو كنشوف البنات كاملين كيهضروا على المؤخره اللي ما عندهاش مؤخره ماشي ما اللي ما عندهاش مؤخره ما تزوج ولا ما فهمتش انا ما فهمتش بركم الكلام انا ديك بالنسبه لك ما عرفتش سميتها ديك الشيخه ما عرفتش شنو المهم كتقول للمراه اللي ما عندهاش ما عرفتش شنو بحال الراجل اللي ما عندوش الكلمه راه ماشي كتفيديو راه انا قصدي صراحه ما تبعوش هذوك العقول يعني المراه المغربيه راه المستوى ديالها اكثر من هكا راه عندها مستوى الحمد لله دراسي عندنا لا كولتور عندنا بزاف د الحاجات وي الجمال اي بنت كتهدف للجمال شي داكوغ كل بنت كتجري انها تكون زوينه ولكن راه مكاينش غير داك الشيء عندكم اي مثلا كيسحب المعارضه الازياء شنو هي تكون زوينه وطويله راه ماشي غير هكا اول حاجه كتدوزيها في الكونكور بعدا هنا في اوروبا راه تكوني قاريه وتكوني مثقفه وتكوني مؤدبه كيفاش كتعاملي وكيفاش كتهضري عاد كيشوفوا لك الجمال ديالك كيشوفوا لك الطاي ديالك كيشوفوا لك لا مارش ديالك لي بوديوم وبزاف حاجه ما كيجيش كيشوفوا لك المؤخره ديالك كيشوفوا لك الصدر ديالك هذاك راه ماشي الاول هذاك راه هي الاخر هذه الحاجه الثانيه المشكله انني كنشوف بان شي غدا كيتزاد يعني كلشي البنات كيقولوا لهم هذه كيقول لك ما عندوش الكلمه الاخرى قالت لك وي وحده اخرى ثاني ما عرفتش شنو هي راه وي فوالا الراجل قبل ما يشوف لك وجهك كيشوف لك المؤخره ديالك خصك راه تشوفني المؤخره ديالي ما عندي ما ندير بابا ديالك ولا راه انا على ما كنعرف الراجل الحاجه الاولى كتيرو يمكن الضحكه ديالك يمكن العوينات ديالك يمكن تكونوا مع الصحاب تعجبوا الكاركتر ديالك انا شنو كنعرف ولكن انا شي كيبان لي البنات الله يعين الشيطان راه غادي واحد الطريق ما يوصلكم حتى حاجه الهدف ديالكم انه المؤخره والراجل وما نعرف شنو ما يوصلكم حتى نصيحه مني ما يوصلكم حتى حاجه ركزي على الاهداف ديالك الا كنتي كتقراي كملي قرايتك فوبا غيتي ما تشوفيش كملي قرايتك الا كنتي مهم كتب عليك انا كي وقفتي قرايتك واحد عرفتي بواحد الظروف واحد الظروف ديالو ماشي مشكل ما يكونش الهدف ديالك غير الراجل او خصني ندير مؤخر باش نشري الراجل راه ما عندوش مؤخر راجل واش كنتي وبنت من واش مربي واش مؤدب واش هو التاريخ ديالك صيفطوا الراجل المغربي كنهضر على الراجل المغربي اوكي كنهضر على الرجال اللي عندكم تما يعني الا ما كنتيش وحده فريمون وبنت عائله راه
كوني كيما بغيتي تكون. يعني شحال كنشوفو كنقولو وي شي هذا ما فهمتش شاف مثلا تزوجت بالنسبه ليكم نتوما اللي كتبعوا في هذا كنسول عليها كان ديانا عجباتو عجباتو العقليه بارك الله عليكم نهار الثلاثاء اما ديك اللي خدامه في بار وديك تقول البنات خاصكم المؤخره هذيك راه يمكن هذيك المؤخره كتدخلها الماكله والشراب تكون بحال هذاك النوع وهذوك الفئه كونوا كثر كونوا واعيين كونوا قاريين راه كل واحد الظروف ديالو هي الظروف ديالنا مثلا يمكن نوصلوها لشي حوايج مهم الله يحسن العون ديال الجميع ما خصكمش تنساقوا من ورا هادو خذوا لكم قدوه واحد الناس كثر واحد الناس اللي وصلوا ما يعرفين واحد الناس اللي هزين راسهم واحد بنتي انديبوندون واحد بنتي خدامه على راسها واحد بنتي اللي دايره الكارير ديالها ماشي هاد التفاهات يعني الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم يعني كنتمنى انا هاد اليوتيوب يتلقى وهاد التخربيق هذا يعني واحد النهار يتسالى لان هادشي راه ما فيش حتى شي صلاح صراحه ما فيش حتى شي صلاح قالك هنايا سيدي صبر نزيد لكم حاجه اخرى مؤخرا كانت متاليه راه ماشي حتى موضه راه موضه يمكن حتى في المغرب واحد الفئه معينه يمكن ديال شي بنادم مكلخ ما عرفني هابط شي جبل ولا ما عرفني في قرينه ولكن راه ماشي حتى موضه يعني شوفوا البنت اللي كتكون زوينه واو مثلا هي العارضات او لا ليميس لا مركم شفتي عارضه ولا ليميس عندها مصيبه حلوه بالعكس تكون هي مسلوده هي تكون طبيعيه فبارك عليكم الكلام بارك عليكم الجهل بارك لكم تتبعوا هاد الفئات لان هاد الفئات هادو راه كيضحكوا عليكم راه كيضحكوا عليكم باش يجيبوا لي فيو في يوتيوب وباش يخرجوكم الطريق بحال اللي هما خرجوا ليها الله يحسن العون المهم انا ما كنلوم حتى واحد واحد براسو فيهم نعم الشيطان بالنسبه لرفيقي اليوم الله يرحم الوالدين انا مزوجه فيكم راه فضحتينا فضحتونا الوجه ديالنا ما بقاش كيتعرف حتى في اوروبا ولا في الدول العربيه راه ولينا كنوصلوا لواحد النقطه انني انا نقرر راسي شخصيا اقسم بالله شي مرات كيكون عندي شي عرض في شي بلاد وبالخصوص البلدان العربيه من الخليج ولا مصر مثلا اوروبا ولا امريكا ما عنديش مشكل بخصوص مصر ودبي بصا اكتشفت بك انك تحشم تقول مغربيه راه واخا تكون واصله لاي سبقه في الخدمه ديالك تكون مغربيه ضروري ما كيدوزهم ديك الفيديو قدام عيني الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين على الشيطان على الشيطان وركزوا على للحياه ديالكم راه ما كاينش غير جمال ما كاينش غير مؤخره راه ما كاينش غير الصدر ولا ما كاينش بزاف الحاجات كاينه بلوز انتريسون ليكم ولوليداتكم من بعد تكونوا امهات يعني كبروا واحد الاجيال كبروا لنا اجيال الله يرحم الوالدين وصفه مؤخرا لقاو تورتوها غير اخرى جات مؤخرا اخرى خصها ديرها اخرى تعلم مع بناتها وبناتها غادي كنبقاو تورتوها شي حاجه ما نتورتوش العلم واحد اكتشف لنا اختار لنا شي حاجه ولا حنايا العقول المفكره كاملين في الليله هي كاملين في الليله ديك البلاد ومشينا بحالنا والبلدان الاخرين هما اللي كياكلوا من الثمره ديالنا كمغاربه وانتم تما باقيين كتفكروا في ما عرفتش شنو الجهل والكلام والمخيرة في المغرب الهدف ديالها انها تزوج ودير الولاد تجلس في الدار ودير مؤخرة بدر داك كل ما عرفتش شنو كتقولي ليها ودير ديك القدرة وفي الاخر دير 3-4-5 الولاد او ساعتين كتشد وما كيبقى فيها ما تشاف وكتضحك من طلقة جارة من وراها كرويطة ديال الولاد انا على الشيطان انا ديالها شوفوا شوية على رجليكم اوقفوا علي على رجليكم راه ما كانش حسين وما يسواد بزاف ايسي شوفي يعني كري انك نهار يكون مثلا عندي كومون عندك خدمتك عندك دار عندك طوموبيل عندك فلوسك راجل جاول يجي بالو يعني خدامه عندك الماندا وكتسافري سافري تهلاي في راسك وكوني زوينه يفوت ما كناش حنايا العكس شي حاجه قدامها لانه ديك الساعه واجر وراك حبيبه مؤخره ولا بلا مؤخره شي بون الساعه واجر وراك تبغي تشوفي فيه فكروا شويه البنات الله يهديك وخذوها مني كاختكم كنصيحة والله العلي العظيم وما تكونوا دايرين واحد لازم راه والله وتكوني كيما بغيتي يكونوا عندك عشرات مؤخرات وتكوني عامرة بوتوكس وعامرة صدر وعامرة شعر وعامرة كيما بغيتي اقسم بالله العظيم وما يكون عندك لافونيغ ديالك والكون ديالك عامر ودويرتك وطونوبيلتك والله غادي نتي لهيك لان الزين غير مسيد الزين غير مسيد غيمشي معاك نجي واحد اخرى تبدل وحده عندها 10 عام وسكتو تما في المغرب ما شاء الله عليهم كيبداو ولاد 10 سنين في الاخرى
تبقاي دايره فيسبوك مصوره مع الصاحب. نعرف الشيطان هاد البنات الله يهديهم، نعرف الشيطان هاد الدوليات. المهم واحد الفئات اللي ما عندهم حتى شي اغنيره، خصوصا البنات اللي باقيين عاد طالعين، راه باقي ماشي خطى، دير واحد لافينيغ زوين، دير واحد المستقبل زوين، حتى نتوما تكونوا واحد النهار عندكم واحد المنصب واحد شي حاجه خايبه عليهم مدخول حظ. باقي كنعاود الجمال راه ماشي عيب، ولكن ما كاينش غير جمال، وخصو يكون عارفين بواحد الطريقه شويه كلاس شويه كلاس، يعني راه بلا ما ندير نص ولا حتى حاجه، عرفتي ندير غير مكياج خفيف ونعدل في راسي ونعدل في راسي ونبان احلى من العسل، وما كاينش بحال الطبيعه فينالمون. وما يغركمش هذوك ولا مني انا وجبد مثلا هذوك البنات ديال لامود والبوتوكس وتجبد الوجه وهذا 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 وهذا، لان ملي كتكون في واحد الميدان سي فغي خاصك تبان واحد يعني خاصك تكون واحد ليماج زوينه، ولكن في بايك زاجيري يعني ما تشوفش الكل باش نعدل البشره ديالي شويه باكون، ولا باش نعدل شويه راسي، ولا باش نعدل شعري في راسي نعمل تاتواج هذا اوكي ديك تخيك باغ دو موا، ولكن باش حاجه بعيده بشي وقت وقاوي. المشكله انك تلخصي راسك مؤخره، يعني انت والو انت كبنادم والو، هذا راه مره طيحتي براسي يعني، وانا ما رضاهاش المغربيه، كمغربيه ما رضاها نشوف شي بنات، والله ينعس الشيطان وشوفوا المستقبل ديالكم وبارك الله. تدعوا لي سامحيني الافلام المكسيكيه وفيديوهات خاويه اللي ما عندهم ما دير، جات تقول لكم ديروا المؤخره وديروا ما عرفتش. الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم، وفكروا في المستقبل ديالكم وخذوها مني كنصيحه. يلا جوزان بوكو، وكنوجه لكم تحيه من هنا من بلجيكا، وكنقول لكم كنبغيكم بزاف، واخا انا ما كنعرفش بزاف في المغرب باسكو الخدمه ديالي الاكثريه في انترناسيونال، مي كنبغيكم بزاف، المغرب ديما في قلبي والمغرب في دمي، وانتوما بنات بلادي وما جاتش عليكم النفس، ما درتش يعني من كاع هاد الهضره ما نقولها لكم، كبروا راسكم تلمو سانتيمون هادشي كيجرحني، يعني كنشوفو ما كيليقش بينا حنا كمغربيات، ما كيليقش بينا حنا كتربيه ككلتور، سي بوغ سا انا كنهضر معاكم بهاد الطريقه. كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، واحلى تحيه ليكم وكل المغرب كامل. والله العلي العظيم وما تكونو دايرين واحد لازم، راه والله وتكوني كيما بغيتي يكونو عندك عشرات مبخرات، وتكوني عامره بوتوكس وعامره صدر وعامره شعر وعامره كيما بغيتي، اقسم بالله العظيم وما يكون عندك لافونيغ ديالك والكون ديالك عامر ودويرتك وطونوبيلك، والله غادي تمشي لهاد الناس، لان الزين غير مسيب، الزين غير مسيب، غيمشي معاك نجي واحده اخرى تبان وحده عندها 12 عام وسكتو تما في المغرب ما شاء الله عليهم، كيبداو ولاد 10 سنين 13 عام كتبقى دايره فيسبوك مصوره مع الصاحب. نعرف الشيطان هاد البنات الله يهديهم، نعرف الشيطان هاد الدوليات. المهم واحد الفئات اللي ما عندهم حتى شي اغنيره، خصوصا البنات اللي باقيين عاد طالعين، راه باقي ماشي بخطى، دير واحد لافينيغ زوين، دير واحد المستقبل زوين، حتى نتوما تكونوا واحد النهار عندكم واحد المنصب واحد شي حاجه خايبه عليهم مدخول حظ. باقي كنعاود الجمال راه ماشي عيب، ولكن ما كاينش غير جمال، وخصو يكون عارفين بواحد الطريقه شويه كلاس شويه كلاس، يعني راه بلا ما ندير نص ولا حتى حاجه، عرفتي ندير غير مكياج خفيف ونعدل في راسي ونعدل في راسي ونبان احلى من العسل، وما كاينش بحال الطبيعه فينالمون. وما يغركمش هذوك ولا مني انا وجبد مثلا هذوك البنات ديال لامود والبوتوكس وتجبد الوجه وهذا 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 وهذا، لان ملي كتكون في واحد الميدان سي فغي خاصك تبان واحد يعني خاصك تكون واحد ليماج زوينه، ولكن في بايك زاجيري يعني ما تشوفش الكل باش نعدل البشره ديالي شويه باكون، ولا باش نعدل في راسي، ولا باش نعدل شعري في راسي نعمل تاتواج هذا اوكي ديك تخيك باغ دو موا، ولكن باش حاجه بعيده بشي وقت وقاوي. المشكله انك تلخصي راسك مؤخره، يعني انت والو انت كبنادم والو، هذا راه مره طيحتي براسي يعني، وانا ما رضاهاش المغربيه كمغربيه ما رضاها نشوف شي بنات، والله ينعس الشيطان وشوفوا المستقبل ديالكم وبارك الله. تدعوا لي سامحيني الافلام المكسيكيه وفيديوهات خاويه اللي ما عندهم ما دير، جات تقول لكم ديروا المؤخره وديروا ما عرفتش. الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم، وفكروا في المستقبل ديالكم بارك الله عليكم من هاد الطلاق، اما ديك اللي خدامه كبار وجي تقول للبنات خاصكم المؤخره، هذيك راه يمكن هذيك المؤخره كتدخلها الماكله والشراب، تكونوا بحال هذاك النوع وهذوك الفئه، تكونوا كثر تكونوا واعيين.
كنا قاريين راه كل واحد الظروف ديالو هي الظروف ديالها مثلا يمكن نوصلوها لشي حوايج المهم اللي على حسب نعاود العدد ديال الجميع ما خصكمش تنساقوا من ورا هادو خذوا لكم قدوة واحد الناس كثر واحد الناس اللي وصلوا ما يعرفين واحد الناس اللي هزين راسهم واحد بنتي انديبوندون واحد بنتي خدامه على راسها واحد بنتي اللي دايره الكارير ديالها ماشي هاد التفاهات يعني الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم يعني كنتمنى انا هاد اليوتيوب يتلقى وهاد التخربيق هذا يعني واحد النهار يتسالى لان هادشي ما في حتى شي صلاح صراحه ما في حتى شي صلاح قالت هنايا سي ديسبا ودي لكم حاجه اخرى مؤخرا كانت متاليه راه ماشي حتى موضه راه موضه يمكن حتى في المغرب واحد الفئه معينه يمكن ديال شي بنادم مكلخ ما عرفني هابط شي جبن ولا ما عرفني شي قرينه ولكن راه ماشي حتى موضه يعني شوفوا البنت اللي كتكون زوينه واو مثلا هي العارضات اولا لي ميس لا مرتكم شفتي عارضه ولا ميس عندها مصيبه حلوه بالعكس تكون هي مسلوده هي تكون طبيعيه فبارك عليكم الكلام بارك عليكم الجهل بارك لكم تتبعوا هاد الفئات لان هاد الفئات هادو راه كيضحكوا عليكم راه كيضحكوا عليكم باش يجيبوا لي فيو في يوتيوب وباش يخرجوكم الطريق بحال اللي هما خرجوا لي الله يحسن العون المهم انا ما كنلوم حتى واحد واحد براسو في حياته نعم الشيخ اما بالنسبه لرافيني اليوم الله يرحم الوالدين انا مزوجه فيكم راه فضحتينا فضحتونا الوجه ديالنا ما بقاش كيتعرف حتى في اوروبا ولا في الدول العربيه راه ولينا كنوصلوا لواحد النقطه انني انا نقرر راسي شخصيا اقسم بالله شي مرات كيكون عندي شي عرض في شي بلاد بالخصوص البلدان العربيه من الخليج ولا مصر مثلا اوروبا ولا امريكا ما عنديش مشكل بخصوص مصر ودبي بصح اكثر صعبك انك تحشم تقول مغربيه راه واخا تكون واصله لاي سبقه في الخدمه ديالك تكون مغربيه ضروري ما تدوز لهم ديك الفيديو قدام عيني الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين على الشيطان على الشيطان وركزوا على للحياه ديالكم راه ما كاينش غير جمال ما كاينش غير مؤخره راه ما كاينش غير الصدر ولا ما كاينش بزاف الحاجات كاينه بلوز انتريسون ليكم ولوليداتكم من بعد تكونوا امهات يعني كبروا واحد الاجيال كبروا لنا اجيال الله يرحم الوالدين واش مؤخرا تلقاو توارتوها غير اخرى جات مؤخرا اخرى خصها ديرها اخرى تعلمها بناتها وبناتها